بعد عندك غير القلعة أبو حمد، هني شارع المناداة مثل ما ذكرنا، اللي يصير كل جمعة سوق يا أخوان، يقول لك من ما لذ وطاب كل شيء موجود سبحان الله. بس هذا السوق يكون يوم الجمعة فقط لا غير. السوق هذا مفتوح؟ لا خل هذا السوق، أنا أقصد السوق المفتوح يوم الجمعة. نعم أقوى الأسواق يوم الجمعة، هو في الحين نشوف أسواق خفيفة يعني، في ناس تبيع وكذا، لكن يوم الجمعة تستغرب تغير هالمكان كامل سبحان الله، شوف سوق متحرك. اي لا هلا ناس من كل مكان، ان شاء الله نقون صوره باذن الله. يعني الناس تجي هنا يوم الجمعه اكثرها يا اخواني، تترزق الله في هذه الساحه. شوف الساحه كل الساحه هذه، هذا بعدهم شوف ناس وايدين موجودين تحفه ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا داخلين مثل ما تعودنا هذه القلعه الجميله. الله سلام، انا اخذ الرطب طول اعماركم وانتم معانا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سوق شوف شوف يا هادي، سوق نزوه تحفه ما شاء الله. شوف الميزان، ميزان القديم قديم. الله يزيدونه بعد يزيدونه. كم كيلو هذا؟ كم كيلو هذا؟ هذا الحين 6 كيلو مره ما شاء الله. ما شاء الله يا ضبط. ها والله 6 كيلو يلا يا ضبط ما شاء الله. اي نعم هذا اللي بناخذ الحين 6 كيلو. قياس الوالد، قياس الوالد نعم. الله يجزاه خير، مره يعرف القياس ما شاء الله ما شاء الله. لا شوف كل طيب الله يطول عمرك، كليت والله يعني. والله كل كليت الله يبارك لك في حلالك يا رب. الحمد لله ها ابو حمدان، شوك تاكل ما وقفت ها طيب. ما شاء الله ما شاء الله، شوف هاي كانت متروسه والله، ما خلينا شيء فيها ان شاء الله بيوزعها. ها لا نفس الحلوى لا لا انا احسن من الحلوى. انا ما اخذ ما اخذ ما اخذ حلوى يا عم، كرتون وزعوها هم احسن لك. ما خلونا شيء احسن لك الحلوى احسن. انت شو تقول؟ عفوا صحيح الحلوى، الحلوى هذا ما مضر، الحلوى تجيب السكر. شفت كيف؟ اي والله انا صادق، الحلوى تجيب السكر. اي نعم الله يبيض وجهك، يبيض الله وجهك يا عم. ما شاء الله تبارك الله، هذا 8 كيلو يا اخواني وهذا 6 كيلو. شوف الحبه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ما تسوونها نفس الحلوى ان شاء الله. الله تشوفنا نصلح ونعدل. انا ما تخاف مني، انا خاوي اذا كان في حد هنا. ابو العقارب مشكله، العقرب ها. اي والله هذا صدق يقول لك عنك رطب الحمراء ما شاء الله، خلينا كل اللي عندهم. مشكورين يا غالي، مشكورين جزاكم الله خير ما شاء الله ما شاء الله. والله رطب الطيبه الله وجهك ماشي ما شاء الله ما شاء الله. وسع ما في تحت الحلوى، رطب رطب احمر، رطب نغال، خلاص ما في مكان، ما في الا كرتون اللي باقي هناك قدام عن سعيد مال الحلوى، ذاك وزعه خلاص انه عشان تستوى وسع بالسياره بعد. غير الحلوى اللي خذيناها الحين يا ابو العقارب، والله اذا وزعت شيء ويلك تسمع. الله تبارك الله يا اخواني، موجودين اليوم في الشباب يسبحون ما شاء الله تبارك الله، فلج دارس دارس فلجنا دارس يا اخواني في ولاية نزوه ما شاء الله تبارك الله. شو تخبرنا عنه اكثر ابو حمد؟ والله الفلج شوف انا ما عندي معلومات كثيره عنه، لكن يقول انه فلج داوود يسمونه عندنا. نعم يظهر من تحت الارض، شوف هناك المكان هذا من تحت من هنا، بس انا الاطفال يسبحون وكذا. لكن شوف العمق كيف هذه، يعني فرق عن الفلاج الثاني اللي نشوفه. الفلج صغير كذا، شوف هذا كيف العمق ماله، والله عمق كبير. لما تسبح داخل هذه يشلك الماء. لا اله الا الله تبطل هناك يشلك. سبحت فيه ابو حمد مسكين الاولاد، شوف شوف الاولاد هناك مسكين لانه يجري الماء، الماء يجري فوق. نعم بعض الاحيان شوف وين يوصل الماء فوق هنا، بعدين بارد زمان الصيف. سبحت فيه انت ها؟ نعم سبحت فيه كثير ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الفلج الله يبارك فيك في عوائل، لكن الحمد لله قدرنا نصور. بس ليش الناس يسبحون في البدايه داخل يدخلون داخل من حيث المنبع هنا؟ منبع الماي من هنا النظيف يعني. لانه نظيف يجيك من داخل. اللي بيتسبح هنا بعدك يعني هاي يسبحون قبلك وكذا يعني. لان الماي يجري. دائما نسبح هنا. الماي النظيف يكون في البدايه في المنبع. ايوه. شوف وين يظهر هناك مثل الغرفه ما شاء الله. سبحان الله. اي والله يا اخي. ما شاء الله تبارك الله. طويل طويل ابو حمد ها؟ كم مداه؟ لين القلعة؟ القلعة وين ناخذ السوق؟ نعم للسوق. ما شاء الله تبارك الله، تخيلوا اخواني طوله لين ما السوق.
بعد يمكن ما عندي معلومات يمكن اكثر عنك. ما شاء الله نجيب لك نرجس 10 متر. ما شاء الله هذه المعلومات كلها عن الفلج حصلناها هنا. هني موجوده. طوله كم؟ طوله 7990 متر. لا اله الا الله. يعني حوالي 8 كيلو. 8 كيلو تقريبا. والعمق شوف هذه العمق كم؟ 17 متر. ما شاء الله ما شاء الله. العمق كثير. نصور لكم هالصوره ان شاء الله. تفضل يا ابو حمد. تفضل يا حمد. اي حد طال عمرك الحين يقدر يزور هذا المكان من السواح من الدول الاخرى؟ مفتوح للكل؟ نعم مفتوح للكل ويسبح ويرتاح ويعيش من الله خير. الصراحات موجودة في ناس انا اجي هنا وقاعد احصل المباراة وكذا ياسين ما شاء الله يسوون شاي يسبحون يرتاحون. يعني مفتوح للكل؟ مفتوح للكل. عمر الحكومة مع الرشيدة ما مانعين شيء. امين امين ما شاء الله. شوف حتى الاستراحات موجودة. كان جميل جدا يا اخواني. كان جميل وطيب وممشى يعني تقدر تسوي رياضة طال عمرك تسبح يسبح يغير جو اي شيء. اي والله شوف وشوف الفيو الجبلي اللي احبه انا ما شاء الله. يا سلام والله من اجمل الاماكن اللي زرناها ما شاء الله. في عائله يعني احنا ما ودنا نصور لكم البركه هذه اللي هنا مفتوحه لانها يقدر اي حد ينزل عندها. نعم احنا نقدر اكبر عن اللي صورناه لكم المجرى الماي لكن لانها عوائل موجوده فما نقدر نصور تحت. ما شاء الله جميل صراحه. شوف شوف اضطرينا ان نمشي. الله هذه قلعه بعد هني في نفس المكان. هذه بوابه اللي اظن للمدخل في اظن محلات تجاريه وكذا قدام موجوده بعد في نفس المكان. هناك محلات موجوده. شوف 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 شوفوا محل المكان. والله تجي تسوي رياضه طال عمرك تتمشى. على فكره حر ماشي ترى ابو حمد. حر ماشي طال عمرك لو سبحت هني الله يفوز عنك التالي. لا ونحن نمشي الحين ما الحمد لله درجه الحراره طيبه ما في حروره ما في شيء ولا رطوبه. وبشرك يا هادي على الصد موجود. الصد شفته نعم شفته. شفته شفته بس يوم اتذكر اتذكر ابو محمد. خلاص هذا الصد مشكله والله. صافك هذا ما انتهى الموضوع الصد. ما شاء الله ما شاء الله. خلنا اراويهم الممشى هذا طال عماركم اللي بيزور نزوه وتحديدا ابو حمد. فلج دارس. فلج دارس. الله ما شاء الله. شوف هذه شجرة الطفولة انا اسميها ابو حمد. اكيد في ناس كثير يحبونها. ان شاء الله انها تكون واضحة بس. عرفتوها هذه؟ كنا نتسلق عشانها وي بس عاد ما فيها ثمر. ثمرها بعيد. نوصل. ها ابو حمد. حصلت لك مكان ها؟ كيف؟ ما شاء الله. الله صفاوة الماء شوفوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طوله شوف ما شاء الله تبارك الله صارت المكان مسحوم هناك يجيب عيالك هنا ويجلسوا طويل هو وين ما وفيها اماكن تقعد فيها نفس ما ابو حمد قاعد الحين ما شاء الله تبارك الله والله بارد يا ابو حمد ما شاء الله خلنا نسترخى شويه استرخاء ها استرخاء شويه هذا وين راح راعي العقارب؟ والله يدور لنا عقرب. ابو العقارب والله ما ادري وين راح. ما شاء الله تبارك الله ابو حمدان اللي لاحظته هني في المنتزهات عمان وكذا وغيره مهتمين في الزراعه وفي الاشجار. وايد ترى اصلا البلاد طال عمرك فصولها بلاد زراعيه. ما شاء الله. فالاهتمام في الزراعه ملحوظ وقائم. حكومة تشجع ما شاء الله. ما شاء الله شوف. تزرع روحهم بلديات في الولايات ما شاء الله روحهم يعني يزرعون حدائق. انت لما تشوف يعني المنتزه هذا في عدة اشجار انواع واشجار. اي والله انا اشوف اشجار متنوعة في هذا المنتزه من اشكال متنوعة. اكيد. فصراحة يشكرون عليه ما شاء الله تبارك الله. بلدية عمان هي ولا شو نقول اللي بلدية نزوة. اللي ماسكين طول عماركم هذه المنتزهات والزراعه شيء صراحه والله تشكرون عليه. بيض الله وجهكم. واحد والله يوصل المنتزه ما وده يطلع. نحن لولا اذان المغرب ولا بعدنا طبعا نرفع دارس هذا اللي شفتوه اليوم يا اخواني. نحن لولا اذان المغرب ولا مشينا وكملنا فيه من جماليه يعني المكان ما شاء الله تبارك الله من اشجار من تراتيب ما شاء الله تبارك الله. ففعلا
شكرا لكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.